امبارح بالليل منطقة المعادي شهدت انفجار هائل بسبب تسرب غاز ادى لانهيار سلم عمارة وانهيار الجراج واهتزاز كامل في المبنى. رجال الحماية المدنية قدروا انهم اللي كانوا طبعا جنود مجهولون في هذا الموضوع قدروا انهم يسيطروا على الموقف وينقذوا السكان، لكن بالمصادفة كان من سكان هذا العقار ابطال مصريين في العاب مختلفة، اللاعبة نوران جوهر بطلة العالم في الاسكواش واللي حصلت على اللقب لسه من ايام معدودة، كمان من ضمن سكان العقار بطل مصر في تنس الطاولة شريف الساكت. هنطمن عليهم وعلى باقي سكان المبنى ده ونعرف ايه اللي حصل. معانا كابتن شريف الساكت بطل مصر في تنس الطاولة. كابتن شريف احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل وطمنا الاول عليكم. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. لا الحمد لله، انا لحسن الحظ انا ما كنتش موجود امبارح، انا كنت مسافر، لكن الولاد والوالده وقرايبي كلهم كانوا موجودين في العماره، والحريقه حصلت في الجراج تحت بيتي على طول. انا بقول الحمد لله لحسن الحظ ان انا ما كنتش متواجد، عشان كده ولادي كانوا قاعدين عند الوالده في الدور الثالث، فده ادى الحمد لله انه ما يحصلش اي اصابات. لكن البيت حصل فيه حاجه؟ البيت طبعا من قوه الانفجار تقريبا دمر تماما من جوه، والجراج كله اتحرق بالكامل، والعربيه اللي كانت واقفه في الجراج بتاعتي، بس الحمد لله المطافي جت على طول. انا كنت معاهم في التليفون مع الجيران ومع الاولاد والوالده، والمطافي جت على طول والشرطه، وصراحه يعني بدور قوي جدا، والحمد لله من قدروا ينزلوهم على طول من السلالم وكل السكان يعني في العمارة. الحمد لله. نعم. العمارة كم دور؟ العمارة 6 أدوار. طيب انا يعني وصفت اللي حصل يعني تفصيل دقيق، يعني بالتفصيل الدقيق ولا في حاجات تانية احنا مش عارفينها بشأن ما حدث وتسبب في هذا الحريق الهائل في العمارة؟ هو البحث الجنائي جه النهارده، والمعمل الجنائي جه النهارده وانا كنت معاهم، ويعني لسه التقرير النهائي ما ظهرش، بس الواضح ان كان في تسرب غاز مش معروف مصدره كان ايه، وده اللي ادى ان حارس البواب الله يرحمه ان شاء الله شهيد، وهو بيفتح الباب عشان يشوف ريحه الغاز، الانفجار حصل يعني. فده ده اللي واضح حتى الان، والايام الجايه هنشوف تقرير النهائي بتاع المباحث ايه السبب الحقيقي. طيب انا بشكر حضرتك، ويعني حمد لله على سلامه حضرتك وعلى سلامه اسرتك وعلى سلامه كل سكان العماره، ويعني ربنا يعوض على حضرتك. طيب اشكرك شكرا جزيلا حقيقي. معانا اشكرك طبعا كابتن شريف الساكت بطل مصر في تنس الطاوله. والحقيقه في ناس ما بنتكلمش عليهم، بيبقوا دولت الجنود المجهولين، قوات الحماية المدنية، رجال الإطفاء اللي بيدخلوا وسط الحرايق وبيدخلوا وسط المشكلة ووسط الأزمة علشان الناس التانية تعيش وعلشان نطلع من الموضوع بأقل قدر من الخسائر. حقيقة أنا حابة جدا أحيي رجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء اللي فعلا سارعوا بالذهاب لموقع الحادث وقدروا أنهم يسيطروا على هذا الحريق، فعلا مجهود نشكرهم جدا عليه. طيب